مع كل السحابات تنشر لطفك، مع كل النيران ترفع سبحك، مع كل المخلوقات تهتف إلى ما أعظم اسمك في الأرض كلها. هي ما أشملك ما أعظم اسمك ما أبهى في السهول والجبال مع كل الرياحين ومن أعلى التلال مع همسة النسيم مع نغمات الشلال وطول الياسمين مع زهر البساتين سأهتف يا ما أشنى لك ما أعظم اسمك في الأرض كلها. يا ما أشنى لك ما أعظم اسمك ما أبهى باسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد. نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله الأب وشركة الروح القدس معكم جميعا ومع روحك أيضا. مسيرة سينودوسية نحتفل بهذا القداس، تنشكر الرب مع بعضنا بختام أول مرحلة، مرحلة بلشنا نفوت مع بعضنا بهذه المسيرة حتى نكون كنيسة سينودوسية، حتى نصير عيلة واحدة، بيت واحد. نقدر نكتشف أنه مش الأرض واحدة بس الكنيسة هي بيتنا المشترك، عيلتنا المشتركة يلي بيجمعنا هو الروح القدس، عماد واحد، إيمان واحد، وأيضا رسالة واحدة. بأول هذا القداس نحن وعم نشكر الرب لهالمسيرة اللي عشناها مع بعضنا خلال هالثمان أشهر، بدنا نرجع نوضع ذاتنا بين إيديه. في كتير ناس مرقنا من حدهم على الطريق وما قشعناهم، في كتير ناس ما استلحقناهم، في كتير ناس ندولنا وما سمعناهم. مشان هيك بأول هذا القداس نعترف أنه بمسيرتنا نحن ما عشنا دائما ولا الشراكة ولا المشاركة ولا حتى فعلا أن نكون مع بعضنا بالمحبة الحقيقية. مشان هيك نطلب من الراعي الصالح أنه هو يرحمنا. Give me a
رحمنا الله القدير وغفر لنا زلاتنا وبلغنا الحياة الأبدية آمين. اللهم يا من ترعى الشعوب بالحب والتسامح أفض روح الحكمة على الذين قلدتهم السلطان في الكنيسة فيزداد شعبك في معرفة الحق وينمو قداسة وبرا بربنا يسوع المسيح ابنك الذي يحيا ويملك معك باتحاد الروح القدس إلها إلى دهر الدهور آمين. قراءة من سفر أشعيا النبي. افرحوا مع أورشليم وابتهجوا بها يا جميع محبيها، تهللوا معها تهللا يا جميع النائحين عليها، لكي ترضعوا وتشبعوا من ثدي تعازيها وتحلبوا وتتنعموا من درة مجدها، لأنه هكذا قال الرب: هأنذا أميل إليها السلام كالنهر ومجد الأمم كالوادي الطافح، فترضعون وفي الحضن تحملون وعلى الركبتين تدللون. كمن تعزيه أمه كذلك أعزيكم أنا وفي أورشليم تعزون. وتنظرون فتسر قلوبكم وتزهر عظامكم كالعشب وتعرف يد الرب مع عبيده. كلام الرب. الشكر لله.
chante le Seigneur. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Acclamez Dieu toute la terre, fêtez la gloire de son nom. Glorifiez-le en célébrant sa louange. Dites à Dieu que tes actions sont redoutables. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Toute la terre se prosterne devant toi. Elle chante pour toi, elle chante pour ton nom. Venez, voyez les hauts faits de Dieu, ses exploits redoutables pour les fils des hommes. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Il changea la mer en terre ferme, ils passèrent le fleuve à pied sec. De là cette joie qu'il nous donne, il règne à jamais par sa puissance. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Venez écoutez vous tous qui craignez Dieu, je vous dirai ce qu'il a fait pour mon âme. Béni soit Dieu qui n'a pas écarté ma prière, ni détourné de moi son amour. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. A reading from the letter of St. Paul to the Galatians. Brothers and sisters, may I never boast except in the cross of our Lord Jesus Christ, through which the word has been crucified to me, and I to the Lord. For neither does circumcision mean anything, nor does uncircumcision, but only a new creation. Peace and mercy be to all who follow this rule, and to the Israel of God. From now on, let no one make troubles for me, for I bear the marks of Jesus on my body. The grace of our Lord Jesus Christ be with your spirit. Brothers and sisters, amen. The word of the Lord. Thanks be to God. Alleluia. Alleluia, 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 alleluia. قلوبكم سلام المسيح لينزل فيكم كلام المسيح وثان. هللويا هللويا هللويا
الرب معكم ومع روحك أيضا. فصل من بشارة القديس لوقا الإنجيلي البشير. المجد لك يا رب. في ذلك الزمان أقام الرب 72 تلميذاً آخرين وأرسلهم 2 2 يتقدمونه إلى كل مدينة أو مكان أوشك هو أن يذهبوا إليه، وقال لهم: الحصاد كثير ولكن العملة قليلون، فاسألوا رب الحصاد أن يرسل عملة إلى حصاده. اذهبوا، فها أنا سأرسلكم كالحملان بين الذئاب. لا تحملوا كيس دراهم ولا مزودا ولا حذاء، ولا تسلموا في الطريق على أحد، وأي بيت دخلتم فقولوا أولا: السلام على هذا البيت. فإن كان فيه ابن سلام فسلامكم يحل به، وإلا عاد إليكم. وامكثوا في ذلك البيت تأكلون وتشربون مما عندهم، لأن العامل يستحق أجرته، ولا تنتقلوا من بيت إلى بيت. وأية مدينة دخلتم وقبلوكم فكلوا مما يقدم لكم، واشفوا المرضى فيها، وقولوا للناس: قد اقترب منكم ملكوت الله. وأي مدينة دخلتم ولم يقبلوكم فاخرجوا إلى ساحاتها وقولوا: حتى الغبار العالق بأقدامنا من مدينتكم ننفضه لكم، ولكن اعلموا بأن ملكوت الله قد اقترب. أقول لكم إن سدوم سيكون مصيرها في ذلك اليوم أخف وطأة من مصير تلك المدينة. ورجع التلاميذ 72 وقالوا فرحين: يا رب، حتى الشياطين تخضع لنا باسمك. فقال لهم: كنت أرى الشيطان يسقط من السماء كالبرق، وها قد أوليتكم سلطانا تدوسون به الحياة والعقارب وكل قوة للعدو، ولن يضركم شيء. ولكن لا تفرحوا بأن الأرواح تخضع لكم، بل افرحوا بأن أسماؤكم مكتوبة في السماوات. En ce temps-là, parmi les disciples, le Seigneur en désigna encore 72, et il les envoya deux par deux en avant de lui, en toute ville et localité où lui-même allait se rendre. Il leur dit: la moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Allez, voici que je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne portez ni bourse, ni sac, ni sandales, et ne saluez personne en chemin. Mais dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord: paix à cette maison. S'il y a là un ami de la paix, votre paix ira reposer sur lui. Sinon, elle reviendra sur vous. Restez dans cette maison, mangeant et buvant ce que l'on vous sert, car l'ouvrier mérite son salaire.
ne passez pas de maison en maison. Dans toute ville où vous entrerez et où vous serez accueillis, mangez ce qui vous est présenté. Guérissez les malades qui s'y trouvent et dites-leur, le règne de Dieu s'est approché de vous. Mais dans toute ville où vous entrerez et où vous ne serez pas accueillis, allez sur les places et dites, même la poussière de votre ville collée à nos pieds, nous l'enlevons pour vous la laisser. Toutefois, sachez-le, le règne de Dieu s'est approché. Je vous le déclare, au dernier jour, Sodome sera mieux traitée que cette ville. Les 72 disciples revinrent tout joyeux en disant, Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je regardais Satan tomber du ciel comme l'éclair. Voici que je vous ai donné le pouvoir d'écraser serpents et scorpions, et sur toute la puissance de l'ennemi, absolument rien ne pourra vous nuire. Toutefois, ne vous réjouissez pas parce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous parce que vos noms se trouvent inscrits dans les cieux. Acclamons la parole de Dieu. بعالم وبكنيسة برهبانيات بشرك بيدعونا انه كل شيء يكون محسوب حسابه ومدروس بيجرب بيبعت تلاميذه اثنين اثنين بقول لهم بتروحوا بدهم ما تاخذوا معكم شيء. بقول لهم انه الحصاد كثير كبير. ما قال لهم مين زرع بس قال لهم روحوا احصدوا. بس ما تاخذوا معكم شيء. فينا نتساءل ليش الرب بيقول ما تاخذوا معكم شيء؟ إلا إذا فهمنا إنه ما ناخد معنا شيء هو لأنه اتكالنا هو على الرب وعلى الرب وحده. إنه نحن مش رايحين لوحدنا. رايحين اثنين اثنين ورايحين اثنين اثنين لأنه الرب هو الثالث اللي معنا. نسير معا ومع الرب. هو وحده ضمينة نجاح المسيرة اللي نحن بدنا نعملها والبشارة اللي بدنا نعملها إلى أقاصي الأرض. الحلو كثير إنه نحن نتوقف ونشوف إنه يلي بيبعتهم الرب منهم الرسل. بين التلاميذ رح ينقي 72 واحد. 72 واحد 72 هي دليلة على شعوب الأرض اللي كانت معروفة بوقتها. نرجع لسفر التكوين بالفصل العاشر نعرف أنه من وراء أبناء نوح كان في عنا 72 شعب. معناتها إلى جميع شعوب الأرض ومن جميع شعوب الأرض. البشارة هي لوين ما كان والمسيرة هي لوين ما كان وتضم جميع شعوب الأرض دون استثناء أي أحد. والحلو ان الرب وقت بيبعتهم للتلاميذ بيبعتهم الى الحصاد معناته هو زرع والروح القدس بيزرع مطرح ما بده ومثل ما هو بده وما حدا له معه شيء وربنا منه خايف منه خايف من تلاميذه على الحصاد روحوا بس خدوني معكم
المشكلة نحن بأيامنا وقت بدنا نعمل كل الحسابات نحسب كل شيء ونحط ربنا برا لأنه بطلنا عاوزينه، لأنه حساباتنا هالقد مظبوطة إنه ما في مطرح للمجهول أو ما في مطرح للي بده يفاجئنا أو ما في مطرح للغير المنتظر، لأنه نحن هالقد ركبنا كل شيء وزبطنا كل شيء. ربنا هو لا، هو يلي بيجي بفاجئنا بقلنا بني بلية ما فيك تروح لمطرح، بقول له روح واحملوا السلام ليلي بده اياه وليلي ما بده اياه. يلي بيقبل يدخل بقلب العيلة كان به، وليلي ما بيقبل يدخل بقلب العيلة حتى الغبار على حذائكم تدخلوا اياه، ما إلكن معه شيء وما بتاخدوا منه شيء. كل واحد حر يجي، كل واحد حر يرفض. نعرف قديش صعب بأيامنا احترام حرية الإنسان، وربنا بيدعيهم بيقول لهم تحترموا حرية الإنسان. ما بتروحوا من بيت لبيت بتلتلتوا على هيدا وعلى هيداك، وعلى الطريق ما بتوقفوا تسلموا على هيدا وهيداك. ليش؟ لأنه عندكم طريق تتخدوها وعندكم هدف تتوصلوا له. وبتروحوا اثنين اثنين لأنه الواحد لوحده الذئاب بتاكله بسرعة. وبقلنا الرب إنه حيا لمسيرة نحن بدنا نعملها، منا مسيرة هيدا. بدنا نتسلح بوجود الأصدقاء معنا يلي هن الآخرين، التلاميذ الآخرين يلي هي الكنيسة، والكنيسة بتتسلح وقتها بتترك للرب مكان معها هي. بيننا بعدكم كل حملين بين الذئاب، ايه؟ لأنه العالم منه مستعد يقبل ولا مسيرة سينودوسية ولا كنيسة سينودوسية. العالم منه مستعد يقبل منطق الشراكة، منه مستعد يقبل منطق الشركة، منه مستعد يقبل منطق يلي بيقول انه نحن جايين حتى مع بعضنا نكون عيلة وحدة ويكون عنا ارض وحدة يلي هي بيتنا المشترك. ووقت دخلنا كمان على الكنيسة ورتلنا مع بعضنا نشيد المخلوقات، العالم كمان منه قبلين انه يكون عنا كون واحد يلي الإنسان طلب منه أنه يتسلط عليه معناتها يخلق في ملكوت الرب. الذئاب هن كتار، وبيننا الرب ما تخافوا أنا معهم. وقت بيرجعوا التلاميذ بيكونوا كتير مبسوطين، بيقولوا له شغلة للرب، بيقولوا له نحن كتير فرحين لأنه حتى الشياطين تخضعوا لنا باسمك، تخضع لنا باسمك. يسوع لا لا، الشياطين تخضع نعم بس مش لنا، تخضع باسمك لأنه في إله واحد والشياطين لا تخضع للإنسان. مشان هيك بيقول لهم ما تفرحوا إنه الشياطين تخضع لكم، بس افرحوا، بس افرحوا لأنه أسمائكم مكتوبة بالسماء. ما تفرحوا بالانتصارات، افرحوا بالعلاقة يلي عندكم إياها معي أنا ومع بي يلي بالسماء. وهيدي العلاقة بذكرنا مربولوس بالقراءة الثانية اللي سمعناها، تترسخ بموت وقيامة يسوع المسيح. لأنه مربولوس شو بقلنا؟ بلنا ما تعكروا لي بقى حياتي، لانه انا حامل، حامل بجسدي، بجسدي عزبات او سمات يسوع المسيح. معناتها يلي بده يروح على طريق يسوع المسيح
بده يعرف انه الذئاب مش تحت تركه مرتاح، بده يعرف انه في صليب وهذا الصليب بده يحمله، معناتها بده يثابر الى الاخر بهذا الطريق وما فينا نرجع لورا. ما بيقدر البابا فرانسيس لانه حدا مش عاجبه كنيسه سينودوسيه يقول لا الكنيسه مانا سينودوسيه. ما بيقدر البابا فرانسيس لانه حدا بده كنيسه غنيه يقول لا بدنا كنيسه للاغنياء او كنيسه غنيه للاغنياء. لا، بذكرنا مع يوحنا بولس الاول كنيسه فقيره وكنيسه للفقراء. اليوم نحن بلبنان عم نتعلم مش نكون كنيسة للفقراء بس، أيضا كنيسة فقيرة، لأنه عم بيشلحونا مش بس مصريتنا بس كل سلطة عنا إياها، تبقى بالآخر فقط سلطة المحبة وسلطة هذا الاتحاد اللي بيحكينا عنه مار بولس وقتها بيقول عن السمات اللي هو حملهم، وبذكرنا أنه نحن تعمدنا بصليب وموت وقيامة يسوع المسيح. معناتنا بعمادنا نحن اتحدنا بسمات يسوع المسيح يلي كلنا صرنا نحملهم بطريقة غير مرئية بس مدعوين انه نعيش من خلالهم، لانه هن علامة الشغف والمحبة يلي يسوع المسيح عنده اياها لكل واحد منا. تعمدنا بموت يسوع المسيح، معناتها يسوع المسيح غلب الموت اللي فينا وغلب الخطية اللي فينا، ونحن مع يسوع المسيح فينا نغلب كل موت وخطية. وتعمدنا بالقيامة لأنه صرنا خليقة جديدة ولبسنا يسوع المسيح، وهيدا العلامة يلي بتخلي كل واحد بيناتنا يقدر يقول أنه هو بعلاقة مميزة مع الله الآب وأنه اسمه مكتوب بالسماء. ساعتها مع أشعيا للشعب يلي هو مضطهد، للشعب يلي هو تعبان يلي هو شعبنا، فينا نقول افرح أيها الشعب وما تخاف لأنه إلهك ما تركك. هيدا الإله يلي كمن تعزيه أمه لهيدا الشعب كذلك أعزيكم أنا يقول الرب. مثل الأم يلي بتاخد ابنها وبتحمله وبتضمه لإلها وبتعزيه، هيك الرب بيعزينا. بس هذا بيجي وقت نحن منقبل إنه ندخل بهيدي العلاقة مع الرب. لتكن هيدي المسيرة السينودوسية يلي نحن عم نعيشها يلي بدنا نكملها من اليوم وبالرايح بطريقة يمكن مختلفة وطريقة أقوى، وبيمكن برنامج بيصيب أكثر يلي نحن عم نعيشه، دايما مسيرة وين الرب هو يلي بيجمعنا وروحه هو يلي بيقودنا. نؤمن بإله واحد، وبرب واحد يسوع لمغفرة الخطايا، ونترجى قيامة الموتى والحياة في الدار الآتي. آمين.
أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، إن المسيرة السينودوسية تتطلب منا أن نسير معا وبنور الإنجيل لكي نتمكن من عيش الشركة والمشاركة والرسالة في قلب الكنيسة وبحسب إلهامات الروح. فلنصلي هاتفي. لنسير في السينودوسية. نصلي لك يا رب من أجل الحبر الأعظم البابا فرانسيس، أسقفنا سيزار وجمع الأساقفة والكهنة، لكي ننقاد بروحية السينودوس منفتحين على عمل الروح بآذان صاغية بهدف تجديد العلاقات وأحياء الإيمان وعيش المحبة. إليك يا رب نصلي. يا رب استجب، استجب لنا. Marchons dans la lumière de la communion. Nous te prions, Seigneur, nous qui sommes différents, mais unis par une même foi, afin de nous rassembler par ton alliance, pour qu'on puisse puiser notre communion de ton amour et d'être conscients que nous avons tous un rôle à vivre dans ce cheminement vers la lumière de l'unique vérité. À toi, Seigneur, nous te prions. يا رب استجب، استجب لنا. Let us walk in the light of participation. We pray to you, O Lord, as priests, consecrated and secular persons, to be strengthened in the participation and to listen to each other and to the Holy Spirit, who guides us together to pray, to analyze, to communicate, to discern, and to give guidance without excluding anyone. To you, O Lord, we pray. Ya Rab ustajib, istajib lana. نصلي لك يا رب لتكون مهمتنا الشهادة لمحبتك في كل العائلة البشرية وبخاصة مع أولئك الذين يعيشون في الهامش على الصعيد الروحي والاجتماعي والاقتصادي والسياسي والجغرافي والوجودي لعالمنا. إليك يا رب نصلي. يا رب استجب، استجب لنا. Marchons à la lumière de conversation. Nous te prions, ô Seigneur, de permettre à l'Esprit Saint d'implanter en nous une mentalité synodale pour être véritablement avec courage et liberté de cœur dans le processus de conversation personnel et communautaire. À toi, Seigneur, nous te prions. Ya Rab ustajib, istajib lana. نشكرك اللهم على كل النعم التي منحتنا إياها لنكون في ديناميكية الإصغاء لإرادتك وللعيش بنور وصاياك بالمسيح ربنا الذي يحيا ويملك معك ومع الروح القدس إلى دهر الدهور. آمين.
صلوا أيها الإخوة والأخوات إلى الله الآب القدير ليقبل مني ومنكم هذه الذبيحة. يا إله الرأفة والحنان، التفت إلى تقادم خدامك وانشر من العلياء نعمة نورك الساطع على رعاة شعبك، فيدركوا حقا ما كان صالحا في عينيك ويتبعوه بإخلاص وأمانة، بالمسيح ربنا الذي يملك معك ومع روح القدس إلى دهر الدهور. آمين. الرب معكم. ومع روحك أيضا. لنرفع قلوبنا إلى العلا. إنها لدى الرب. لنشكر الرب إلهنا. ذلك حق وعدل. إنه لحق وعدل أن نشكرك وأن نشيد بمجدك وأن نسبحك أيها الرب الآب ذو الصلاح غير المتناهي، لأنك بإنجيل ابنك جمعت من كل قبيلة ولسان وشعب وأمة كنيستك الواحدة، وبها ما زلت توحد بقوة روحك المحيي كل البشر. هكذا تظهر الكنيسة عهد محبتك وتنشر من غير انقطاع رجاء الملكوت السعيد، وتسطع علامة لأمانتك الأبدية لما وعدتنا بيسوع المسيح ربنا. لذلك مع كل القوات السماء تنشد على الأرض حمدك، ومع الكنيسة بأسرها نهتف بصوت واحد قائلين: إلهنا القوي
إله صباؤوت، إله صباؤوت. قدوس 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 قدوس. حقا إنك لقدوس ومجيد اللهم يا محب البشر، يا من ترافقنا طيلة مسيرة حياتنا، ومبارك حقا ابنك الحاضر في وسطنا والذي يجمعنا بحبه، وكما فعل يوما مع تلاميذه ها هو يشرح لنا الكتب المقدسة ويكسر الخبز. نسألك إذا مبتهلين أيها الآب الرؤوف، أرسل روحك القدوس على هذا الخبز وهذه الخمر ليقدسهما، فيتحولان من أجلنا إلى جسدي وإلى دم يسوع المسيح ربنا. فإنه في الليلة السابقة لآلامه، ليلة العشاء الأخير، أخذ خبزا فبارك ثم كسر وناول تلاميذه قائلا: خذوا فكلوا من هذا كلكم، هذا هو جسدي الذي يبذل من أجلكم. كذلك من بعد العشاء أخذ الكأس فشكر وناول تلاميذه قائلا: خذوا فاشربوا منها كلكم، هذه هي كأس دمي، دم العهد الشديد الأبدي الذي يراق عنكم وعن الكثيرين لمغفرة الخطايا، اصنعوا هذا لذكري. هذا سر الإيمان، نبشر بموتك ونعترف بقيامتك إلى أن تأتي يا رب. لذلك أيها الآب القدوس، فيما نحيي ذكرى المسيح ابنك المخلصنا الذي أدخلته بالآلام والصليب مجد القيامة وأجلسته عن يمينك، نعلن حتى مجيئه الثاني عمل حبك العظيم، ونقرب لك خبز الحياة وكأس البركة. اللهم انظر متحننا إلى تقدمة كنيستك، إذ تقرب لك ذبيحة المسيح الفصحية التي سلمنا إياها، وأنعم علينا نحن المشاركين في جسده ودمه أن نكون بقوة روح محبتك متحدين بك الآن وإلى الأبد. جدد يا رب كنيستك في لبنان بنور الإنجيل، ووطد المؤمنين ورعاة شعبك في الوحدة مع حبرنا الأعظم البابا فرانسيس، أسقفنا سيزار المترأس هذه الذبيحة، وجمع الأساقفة والكهنة والشمامسة، حتى يكون شعبك في عالم مزقته الخلافات علامة نبوية للوحدة والوئام. افتح عيوننا لنرى حاجات إخوتنا، وألهمنا كلاما وأعمالا بها نقوي المرهقين والمثقلين، أعطنا أن نخدمهم بصدق وإخلاص على مثال المسيح وبحسب وصيته، فتكون كنيستك شهادة حية للحق والحرية والسلام والعدالة، وتقوم البشرية بأسرها بقوة رجاء جديد. اذكر يا رب إخوتنا الذين رقدوا في سلام المسيح، وجميع المتوفين الذين أنت وحدك بإيمانهم عليم. أنعم عليهم برؤية نور وجهك البهي وبملء الحياة في القيامة. وفي ختام مسيرتنا الأرضية هذا، هبنا أن نبلغ الدار الأبدية، حيث نحيا للأبد معك، مع كلية القداسة مريم البتول والدة الإله،
ومار يوسف خطيبها والرسل والشهداء، فنسبحك ونمجدك بالاتحاد مع جميع القديسين بابنك يسوع المسيح. فبالمسيح ومع المسيح وفي المسيح نرفع إليك أيها الآب القدير في وحدة الروح القدس كل إكرام ومجد إلى دهر الداهرين. وهلأ كعيلة وحدة بيجمع روح الرب منصلي مع بعضنا الصلاة يلي علمنا إياها سيدنا يسوع المسيح. أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشر. نجنا يا رب من جميع الشرور، تعطف وامنح السلامة في أيامنا، اعضدنا برحمتك واحفظنا من الخطيئة لنأمن كل اضطراب، نحن المنتظرين في رجاء سعيد مجيء مخلصنا يسوع المسيح. لأن لك الملك والقوة والمجد إلى أبد الدهور. أيها الرب يسوع المسيح، يا من قلت لرسلك السلام استودعكم سلام يمنحكم، لا تنظر إلى خطايانا بل إلى إيمان كنيستك، فتنازل وأولها الوحدة والسلام بحسب مشيئتك أنت الحي المالك إلى دهر الدهور. آمين. ليكن سلام الرب معكم دائما. ومعك أيضا. أيها الإخوة والأخوات، تبادلوا السلام. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui هوذا حمل الله، هوذا الحامل خطايا العالم، طوبى للمدعوين إلى وليمة الرب. يا رب لست مستحقاً أن تدخل تحت سقفي، لكن قل كلمة واحدة فتبرأ نفسي. أن تهبني الموتى من الأرض.
يسوع اسمع صرختي واستمع صراخ حنان قلبي. تعال إلى قلبي يا قربان أذهب بحبك. تعال إلى قلبي فها قلبي يتوق إليك. Admirable grandeur, étonnante bonté du maître de l'univers qui s'humilie pour nous au point de se cacher dans une petite hostie de Regardez l'humilité de Dieu. لنصلي. نسألك أيها الرب إلهنا أن يزدهر في كنيستنا هذه ويستمر فيها على الدوام كمال الإيمان وقداسة السيرة والحب الأخوي والتدين الصادق، وإذ استغزينا بجسد ابنك وكلمتك لا تكف عن رعايتها وحمايتها بالمسيح ربنا. آمين. وبالشكر تدوم النعم. بدنا نقول شكرا لسيدنا المطران سيزار
أنت البي والراعي السهران والمحب، حطيت السينودوس من أولوياتك بالكنيسة، فاهتميت ولحقت وشكلت لجنة ورفقت أعمالها ودعمتها بالتوجيه والثقة. انفتاحك على عمل الروح خلينا ننفتح على بعضنا البعض. الله يعطيك الصحة ويعطيك معها الحكمة برئاستك والفطنة بتدبيرك. شكراً للجنة السينودوس، شكراً أبونا إلي مرشد اللجنة اللي حطيت لمسة روحانيتك وهمتك لنجاح عملها. شكراً إلك شماس جرجي منسق عمل اللجنة اللي من مواد قليلة حضرت قاعدة للعمل وكتيب مع أسئلة ووسائل عملية، واستفدت من الظروف والأشخاص والنشاطات ليطال السينودوس أكبر عدد ممكن من الناس بأقل من سنة. شكراً إلكن شمامسة توفيق وروبير وروجي، اشتغلتوا باللجنة على التخطيط والتحضير والمتابعة بكل صدق واندفاع، وكنتوا حاضرين للإرشاد والخدمة المجانية. شكراً لكل الرهبانات والأديار والرعاية والحركات الكنسية، كنتوا حاضرين بقوة. إن شاء الله تضلوا الخميرة الطيبة بكنيستنا والنور اللي بيدل على محبة الرب والزخم اللي بيدعم رسالة الأبرشية وإعلان كلمة الله. وللمندوبين منقول شكراً على الجدية اللي اشتغلتوا فيها وعلى الحركة اللي خلقتوها بالكنيسة. الله يعطيكم الحافز الدايم لتضلوا بنشاط مستمر وتحركوا جماعاتكم بالخدمة وحب العمل. ولكل اللي شاركوا بالسينودوس شكر كبير إلكن. التقيتوا وفكرتوا وتحاورتوا وناقشتوا الاقتراحات وبعدتوا لتشاركوا بتجدد الكنيسة بلبنان وبالعالم. فشكراً إلكن لأن هيدا هو السينودوس وهيدا هي الكنيسة. بالختام الشكر الأول والأخير إلك يا رب، دعيتنا من خلال قداسة البابا فرانسيس لنمشي سوا ككنيسة بدينامية إصغاء وتمييز للروح القدس، لنشهد بتنوعنا ووحدتنا إنك حب عظيم، ونجدد برسالتنا المشتركة الحلم بالكنيسة اللي منحبها، ونكون بشهادة حياتنا علامة رجاء بوطننا لبنان، جماعة تعيش الفرح وتعدي الفرح. أمين. الرب معكم. ومع روحك أيضا. هون مفروض الشماسة لكم لننحني من أجل البركة الختامية. بعد كل بركة منجاوب مع بعضنا أمين. إله النور الذي أنار التلاميذ بفضل من الروح المعزي غمركم ببركته وبهبات ذلك الروح إلى الأبد. وتلك النور العجيبة التي تراءت على الرسل طهرت قلوبكم من كل شر وأدرمتكم بلهيبها الساطع. والروح الذي جمع الألسن المختلفة على الإقرار بإيمان واحد ثبتكم في الإيمان على الدوام حتى تشاهدوا يوما ما ترجون. وبركة الله القادر على كل شيء، الآب والابن والروح القدس تحل عليكم وتستقر دائما. آمين. لنثبت بسلام وفرح المسيح. الشكر لله. شكرا.
يقودنا في موكب النصرة كل حين. كفكراء لا شيء لنا ونحن نولد الكثيرين. شكرا لله الذي يقودنا في موكب النصرة كل حين. كفكراء لا شيء لنا ونحن نغني نغني الكبيرين. إذ نسعى عنك سفراء كأن الله يعيذ بنا لكي يكون لنا هو اكتفاء من كل نعمة نعمة وغنى. شكرا لله الذي يقودنا في موكب النصرة كل حين. كفكراء لا شيء لنا ونحن نغني نغني الكبيرين. باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد، نشكرك يا رب على هالمرحلة يلي عشناها سوا. كنا بالأبرشية من خلال الرعاية والجامعات والمدارس، كنا عم نتشارك سوا من أجل عيش السينودوس. سينودوس بيحمل بمعنيته السير معا. كل واحد من المكان يلي كان موجود فيه كان عم بيفكر بغيره. نحن اليوم وصلنا لختام هيدا اللقاء وقلبنا مليان من الفرح، لأنه تشاركنا مع بعضنا بمحطات كتيرة وحلوة. تشاركنا وكنا منفتحين لعمل الروح القدس بحياتنا. نبتدي لقائنا بالصلاة يلي هي مخصصة للسينودوس. نقف أمامك أيها الروح القدس ونجتمع معا باسمك، معك وحدك لتهدينا. أقم مسكنك في قلوبنا، علمنا الطريق الذي يجب أن نسلكه وكيف يمكننا أن نتابعه. نحن ضعفاء وخطأ، لا تدعنا نشجع الفوضى، لا تدع الجهل يقودنا إلى الطريق الخطأ، وأن لا يؤثر التحيز على أفعالنا. دعنا نجد فيك وحدتنا، هكذا نتمكن من السفر معا إلى الحياة الأبدية، ولا نبتعد عن طريق الحق وما هو صواب. نلتمس كل هذه منك يا من تعمل في كل مكان وزمان، في شركة الآب والابن إلى أبد الآبدين. آمين. Viens, Esprit Saint, descends sur nous, comble-nous de ton amour, que rayonne ta bonté. Viens, envoyé du Dieu très haut, viens et fortifie nos corps et fais de nous ta demeure. Esprit Saint, toi qui suscites de nouvelles langues, émets des paroles de vie sur nos lèvres. Préserve-nous de devenir une église musée, belle mais silencieuse.
avec un grand passé mais peu d'avenir. Viens parmi nous pour que dans l'expérience synodale, nous ne nous laissions pas envahir par le désenchantement, que nous n'édulcorions pas la prophétie, que nous ne nous réduisions pas tout à des discussions stériles. Viens, Esprit Saint d'amour, ouvre nos cœurs à l'écoute. Viens, Esprit Saint de sainteté, renouvelle le saint peuple fidèle de Dieu. Viens, Esprit Saint créateur, renouvelle la face de la terre. Amen. Our Pope, as we journey together in Synod, let us pray to the Lord. Ya Rab, istajib, istajib lana. For our bishop and all bishops, that they might have the grace to listen humbly and speak boldly as the Church gathers in Synod, let us pray to the Lord. Ya Rab, istajib lana. That the Church convoked in Synod would be open and responsive to the movement of the Spirit, let us pray to the Lord. Ya Rab, istajib lana. For an outpouring of the Holy Spirit on the Church as we undertake this synodal journey, let us pray to the Lord. Ya Rab, istajib lana. That the Holy Spirit may fill the hearts and minds of all the faithful and accompany us on this synodal journey, let us pray to the Lord. Ya Rab, istajib lana. For the Church gathered in Synod, that by the outpouring of the Holy Spirit, this journey will be marked by humble listening, courageous speech, and lovely hope, let us pray to the Lord. Ya Rab, istajib lana. بختام صلاتنا نطلب من الرب الحاضر بيناتنا يباركنا، يبارك هيدا اللقاء حتى نكون كلنا منفتحين لعمل الروح بالكنيسة من خلال كل واحد فينا.
لأنه السير معا بيطلب منا أنه يكون كل قلبنا وكل عقلنا وكل حياتنا متجهة صوب الرب يلي هو الإله الوحيد يلي مليان من المحبة ويلي بيجمعنا وبيخلينا نعيش الوحدة. هو اللي إله المجد إلى أبد الآبدين. آمين. الله معكم. ليالي يمكن ما بيعرفني بعد، أنا اسمي جورج أبي نادر، أنا شماس دائم بالكنيسة اللاتينية دياكر بيرمانا، وأنا واقف اليوم قدامكم عم بحكيكم بناء على طلب سيدنا من 7-8 أشهر. عينت المسؤولة لأبرشة تبع سينودوس بلبنان بالكنيسة اللاتينية برفقة أخوتي بالفريق الأبرشة برقلية رحمة والاخوة الشمامس يلي هلأ ما عم لقيهم يعطيهم العافية عم بيشتغلوا، توفيق مانويل، روبير شماس وروجي بوزامل. كنا نحن هيدا الفريق يلي عم نحضر للسينودوس بمساعدة وبمشاركة ممثلين من بيناتكم لحتى نكون فعلا عم نعيش قدر الإمكان هيدا الحدث. من أجل كنيسة سينودوسية، شركة مشاركة رسالة، هيدا هو عنوان السينودوس اللي البابا فرانسيس أراده اللي نحن عم نعيش فيه بالوقت الحالي. وهيدا السينودوس يلي بلش بالكنائس المحلية وأكيد بلبنان كمان بتشرين الأول 2021، هلأ صار قاطع منه 8 أشهر. نحن اليوم عم نختم مع بعضنا هيدي المرحلة، مرحلة الأبرشية اللي سميناها مرحلة المشاركة والإصغاء. ولكن بالحقيقة هيدي المرحلة الأبرشية من هيدا المسار السينودوسي هي منا النهاية أكيد، وإنما هي بداية الكنيسة السينودوسية. يوم الافتتاح بروما يوم 29 الأول 2021، البابا فرانسيس بيذكرنا أنه السينودوس منه برلمان، مشكور الله، ولأنه هو مجرد تصويت أو إحصاءات نحن منعملها، وإنما هو وقت روحي بيتطلب منا أن نكون بحالة إصغاء للروح القدس. بروحية الإصغاء هيدا نحن جربنا بلبنان نعيش هيدي المرحلة الأولى من السينودوس. بهال8 أشهر يلي مرقوا أكثر من 50 ممثل ممثلة ريبريزنتان للسينود، قسم حاضر منا منكم اليوم معنا وقسم ما قدر شارك معنا، الكل شارك بالتحضير لهذا العمل، وهن كانوا بيمثلوا أكثر من 30 رعية وجماعة وحركة ورهبنة. يعني بمعنى تاني الكنيسة كلها كانت حاضرة وعم تشتغل بهذا العمل، من كهنة لرهبان ورهبات لرجال ونساء علمانيين، حتى الشبيبة حتى الأولاد كان عندهم دور، وأكثر من هيك حتى كمان كان في بعض الجاليات الأجنبية اللي حاضرة معنا مثل الجالية الأفريقية والجالية الأثيوبية، ولكن للأسف بوضع بعض الظروف مش الكل قدر شارك معنا اليوم. كلنا سوا كنا عم نعيش هذا الحدث كأخوة كأبناء للآب، كلنا اجتهدنا وكلنا سعينا لحتى فعلا نكون عم نبني كنيسة سينودوسية حقيقية. من خلال هالمرحلة اللي عشناها سوا، من خلال الخبرات والشهادات اللي سمعناها، عرفنا ببعض المطارح كيف نحط الأصبع على الجرح، كيف نعترف بنقصنا وبضعفنا وبتقصيرنا، ولكن كمان عرفنا ببعض المطارح الثانية كيف نفرح، كيف نفتخر بكنيستنا برعاتها وبعملها وبالمسيرة يلي عم نعيشها معها بقلب وطننا بقلب لبنان. فهمنا أنه في حاجة لحتى نصغي لبعض، وفي حاجة أنه يكون كمان في حدا عم بيصغيرنا. فهمنا أنه في حاجة حتى نعيش الأخوة أكثر مع بعضنا البعض. فهمنا أنه في حاجة حتى الكهنة والإكليروس يكونوا عم بيعيشوا بشراكة أكثر مع الشعب. فهمنا أنه في حاجة لحتى نكبر وننمى ونعيش مع بعض ككنيسة
بكل أبعادها، بس كمان اكتشفنا أنه بقلب كنيستنا في طاقات كتيرة وحلوة نحن لازم نستفيد منها ونكتشفها أكتر. اكتشفنا أنه في عنا الإرادة لحتى نكون كنيسة أمينة لسيدها وعلى صورته. اكتشفنا أنه كلنا عنا دور نلعبه، وكل واحد عنده نعمة وموهبة من الروح القدس مدعو أنه ينميها ويطورها. اكتشفنا أنه عنا رغبة قلب صادقة، وهي أنه نكون مع الرب بكل وقت وبكل لحظة، ونكون شهود له ونعكس صورة الكنيسة الحقيقية اللي هو بده إياها. أخوتي، هيدي المرحلة يمكن خلصت بالوقت وبالزمن، بس مفاعيلها أكيد مكملة. بهمة سيدنا نحن مكملين بهيدي الروح، روح السينودوسية يلي هي بتدعينا أنه نحن نفكر مع بعض، نشتغل مع بعض ونوثق ببعض. والروح القدس يلي كان مرافق الكنيسة من بدايتها هو بعده مرفقة، ورح يضل مرفقة، ما رح يتركها. كرمال هيك احنا منصلي بختام هيدي المرحلة لحتى نكون فعلا شهود للمسيح، شهود لكنيسته، عم نعرف نعيش الشركة معه هو الثالوث، وشراكة مع بعض نحن الإخوة، لحتى ننطلق للرسالة مطرح ما الرب بيدعينا. اسمحوا لي كمان بكلمة صغيرة باللغة الفرنسية لأخواتنا وخيتنا الفرانكوفون. جست ان بتيت انترفانسيون ان فرانسي بور نو فريز اي سور فرانكوفون. شير فريز اي سور، دانز اون امبيونس دو ترافاي، دو بريير اي دو جوا، لو سينود سو لا سينوداليتي افيت ايتي لانسي ان مي 2021. بي بلو كونكريتمون دان توت لي ديوسيز دو موند، éventuellement dans le nôtre, au Liban, en octobre 2021. Ce synode a permis à tous les catholiques de prier et de partager autour de trois mots-clés essentiels pour la vie de l'Église: la communion, la participation et la mission. Ce fut un authentique chemin synodal pour tous les membres de cette Église, laïcs, évêques, prêtres, et c'était un vrai exercice de discernement. Mais le travail, chers frères et sœurs, n'est pas terminé. Et l'Église est tout entière tournée vers l'annonce de la bonne nouvelle. Nous souhaitons dire à tous la joie de croire au Christ et de fonder sa vie sur le roc de son amour. Au fond, à travers tout ce chemin synodal engagé depuis des mois, à travers les collectes des différentes paroisses, communautés et organisations ecclésiales, nous pouvons nous demander aujourd'hui: qu'est-ce que le Seigneur veut dire à l'Église? Quels sont les chemins de conversion? Quelle espérance et quel chemin pour être fidèle au Christ? Mes chers, un synode, ce n'est pas un texte uniquement à rédiger, mais plutôt un texte à vivre. C'est un texte qui suscite l'espérance, qui énonce des axes concrets de travail, qui pointe les manques aussi, en particulier autour de la mission, et qui ouvre à ce que nous souhaitons continuer à vivre. Nous apprenons à marcher tous ensemble. Le chemin se fait à mesure que nous marchons ensemble, et tous nous avons conscience, assemblée après assemblée, de vivre quelque chose d'inédit. Il s'agit d'un authentique travail de conversion personnelle et de transformation ecclésiale pour rendre compte de la joie du Christ, puisque la vocation de l'Église est missionnaire par nature. Et cette Église est tout entière tournée vers l'annonce de la bonne nouvelle. Et c'est l'Église du Christ Sauveur et Seigneur elle-même qui nous appelle, qui nous unit à lui et qui nous envoie dans le monde. Chers frères et sœurs, notre vœu est que la synodalité devienne le style ordinaire de l'Église. Alors l'Église apparaîtra de plus en plus comme cette humanité renouvelée par le Christ. Et alors l'Église
sera un signe d'espérance qui nous invite à vivre une authentique communion entre nous et avec Dieu. Merci. رح نكون بهذا الوقت عم نحضر مع بعضنا فيديو صغير، ان شاء الله الكل يكون عم بيقدر يقشع على السكرين. هو فيديو رح يكون اكثر شامل الممثلين يلي اشتغلوا. هي كانت مثل هيك نوع من مفاجأة صغيرة. نحن بكل لقاء كنا عم نعمله عم نحضر مع بعض لهذا السينود، كان في صور عم تتاخد وفيديوز صغار عم بيتصوروا، نعمله بمونتاج صغير لكل لقاءات الممثلين يلي انعملوا. وبالآخر رح تشوفوا هيك مقتطفات صغار للجاليات الأجنبية اللي كانت حاضرة كمان معنا بقلب هيدا السينود. بدي أقول أول شيء مرسي لعزتا يلي هي وقفة فوق على ظهر الكنيسة، لأنه هي زتا هي يلي بتساعدنا بكل شيء سوشيال ميديا، وهي اللي بتشتغل كل شيء فيديوز يلي بتشوفون على فيسبوك انستغرام الأفيشات. فمرسي زتا على شغلك كمان. مثل ما لاحظتوا انعمل كثير لقاءات للممثلين، ونحن بنشكرهم كلهم لأنه عن جد التزموا بهيدي اللقاءات. للأسف ظروف الصحية شوي والاجتماعية والاقتصادية ما ساعدت الكل أنه يكون، بس نحن بنشكركم الحاضرين والغيبين. ومن خلال هالعمل اللي مرق على مدى 8 أشهر كان في كتير ثمار حلوة، كان في كتير شهادات حلوة كتير كتير ما رح فينا نحصرها هلأ بهالقعدة الصغيرة. بس حابين ندعي كم شخص رح يكونوا عم بيعطونا نوع من شهادة كتير صغيرة لبعض الخبرات اللي هن عاشوها. هن رح يعرفوكم عن حالهم وشو اللي عاشوا وشو اللي اختبروا. رح اعرفكم عن حالي. اسمي جويل عزار، انا اخصائي تعليم نفس، بشتغل بالمكتب النفس الاجتماعي بالمطرانية مع سيدنا. بشرفني أن أكون اليوم عم شارككم خبرتي المتواضعة من السينودوس الليلة. أول ما طلب مني أن أكون عم دير حلقة حوار بنهار سينودوس كبير حضرناه له كلنا، توهمت وعتلت هم وقلت لحالي ينقصني كتير معلومات كان دينية، وإذا حدا سألني شي سؤال ما كون قد المقام بيتعلق بالكنيسة وبالدين. رجعت هيك طمنوني وفكرت وقلت لحالي الموضوع أكيد ما بيتطلب أكثر من إصغاء وأكيد كفيل بالمهمة. بس بلشنا الحوار وكل شخص بلش يعبر بحرية وثقة مع العلم إنه نحن ما بنعرف بعض عن خبرته الصغيرة أو الكبيرة، عن علاقته بالكنيسة وبيسوع بالرب، بغض النظر عن يعني فروقات المذاهب على كل الأصعدة، عن خبرات أوقات سلبية كانت كمان مع الكنيسة. اكتشفت إنه الكهنة لهم دور كتير أساسي ومهم باستقطاب ورد الأشخاص على الإيمان والمحبة، بس كمان لكل واحد بيناتنا كمان دور مهم بيعكس وجه رب، قادرين نحن بأعمالنا الصغيرة وبخدماتنا الصغيرة تجاه الآخرين إنه كمان نكون عم نعكس وجه يسوع المسيح. وصلنا أول نهار ما بنعرف بعض، وفلينا عائلة شاركت بأمور خاصة
جامعتها المحبة والاستعداد للشهادة. بأكد لكم إنه ما كنت مستنظرة أرجع مبسوطة مليانة طاقة إيجابية، طاقة جسدية وإيجابية رغم كل التعب اللي تعبته، راحة نفسية وخبرة غنية على كل الأصعدة. تركت عائلة جامعتها المحبة بهيدا النهار تأجع على عائلتي الصغيرة وأشهد وخبر بكل سعادة وفرح عن اللي عشته بهيدا النهار. فعلاً الروح القدس بيعرف يشتغل. مرسي. بونسوار، اسمي ماريتا، تاني سنة جامعة وبدرس بالجامعة اللبنانية بيوشيمي. نحن اجتمعنا ان بيتي جروب دو جون بالسانت فامي فرانسيز بجونيي. كنا ان جروب من كازا موفمون، الماج، السكوت والجيد دو ليبان واليو سي او. كانت اكسبيريانس جديدة لنا كلنا، عشنا اوفرتور على غير موفمونات واكتشفنا قصص جديدة عن بعض. سمعنا بعض وتشاركنا بقصص يمكن ما كنا نحكي فيها قبل، قصص جديدة لنا كلنا. تشاركنا اكسبيريانسات جديد واكتشفنا انه الكنيسة بهمها تسمع رأي للجن. حسينا حالنا اون بارتي دو سات اكليز. من خلال لقاءات مع الفيكاريا كل شهر تقريبا تعرفنا على عالم جديد وتعلمنا اكثر عن ليزوتر جروب كيف كانوا عم بعيشوا هالتجربة. ومن كل قداس من بعد لقاءاتنا أخذنا ثمرة جديدة تعلمناها. لناطرينه من بعد هالاجتماع إنه يصير في أكثر انكلوزيون للجن بالإجليز وبالسينود. نقدر نحن كمان نرجع نلاقي محلنا بالكنيسة من بعد هيدا البرومير باي اللي أخذناه هالسنة. ميرسي. سور ليليان كمان الله معكم. أنا من رهبة الفرانسيسكان بالنقاش. أنا عملت لقاء سينودوس مع الأولاد بين 10 و13 سنة. بصراحة بالأول كنت عتلانة هم إنه كيف بدي أشتغل هيدا العمل معهم مع هيك عمر. اشتغلت على مرحلتين، أول مرة عرفتهم فهمتهم شو السينودوس حسب عمرهم، وتاني وقلت لهم إنه لقاء جمعة الجاي بدنا نشتغل على هالأسئلة. فعن جد كان لقاء رائع، ما انتظرت أجوبة من هيك عمر، من هيك أطفال. يعني عن جد تفاجأت، كانت أجوبتهم كتير حلوة كتير مؤثرة، إنه عبروا وفشوا خلقهم. صحيح إنه بهذا العمر حسيت إنه هالسنتين الكورونا اللي ضربتهم خلتهم يكون عندهم عطش للكنيسة. وعن جد فاجأوني كتير بأجوبتهم وبصراحتهم وبإلهاماتهم للروح القدس. وأنا بشكركم وبشكر فريق العمل وبشكر سيدنا. سور ليليان، ماريتا وجوال، أكيد الشهادات ما بتخلص، ويلي عشناه كان شيء كتير حلو، والأخوة اللي عشناها من وراء هيدا السينودوس بعدها مفعيلها شوي شوي عم بتبين وعم تظهر من خلال لقاءاتنا مع الأشخاص، من خلال خبراتنا مع كل اللي عم نلتقى فيهم. هيدا السينودوس مثل ما قلنا قبل شوي خلص زمنياً أول مرحلة منه، ولكن مكملة. بأول لقاء افتتحنا فيه السينودوس ب 16 تشرين الأول،
عرضنا شوي مرحلة هيدا السينودوس وقلنا من بعد المرحلة الأولى بتجي المرحلة الثانية هي المرحلة القارية لحتى بس تعرفوا شو رح يصير. بالوقت الحالي كل الممثلين الموجودين بيناتنا يلي عم بيشاركوا معنا عم بيبعتونا على المطرانية خلاصة عملهم، هو نتيجة أسئلة نحن طرحناها واشتغلت عليها، رح نكون عم نجمعها كلها مع بعضها لحتى نعمل سانتاز خلاصة واحدة. هيدي الخلاصة بتنبعت باسم كنيسة لبنان، كنيسة اللاتينية بلبنان، على السكرتارية تبع السينود بروما، بتكون عم تنشكل مع كل الخلاصات يلي عم توصلون من العالم. بيعملوا عمل أولي اللي هو خلينا نقول الدوكيمان الأول، البريون الأول تبع السينود، بيرجع بينبعت هذا الملف لكل البلدان وبينشغل على الصعيد القاري، يعني بينشغل أكثر حسب اللغة. مثلا نحن بلبنان بنشتغل مع الشرق الأوسط، بالمرحلة الأخيرة بينبعت بيرجع الملف تاني على روما لحتى ينصار بشكله التاني والنهائي لحتى يتصادق عليه من قبل الأساقفة والبابا. نحن بهذه المرحلة بلبنان مثل ما كنت عم بقولكم عم نجمع هلأ العمل لحتى يصير في خلاصة واحدة، وإن شاء الله من هلأ لآخر الشهر بتكون الخلاصة جاهزة نرجع منشارككم فيها لحتى تعرفوا شو نتيجة العمل. كرمالك نحن نطلب منكم تحملونا أول شيء بصلاتكم وبتحملوا الفريق اللي رح يكون عم بيشتغل هيدي الخلاصة، لأنه عنده شغل منه هين يكون عم بيجمع كل هيدي الخلاصات اللي انعملت بثلاث لغات لحتى يعملها لغة واحدة، بيكون أمين على كل شيء نعاش وأمين على ترجمة النصوص كمان. نحن بهذا الوقت رح يكون مع بعضنا عم ناخد مثل بريك صغير، بس الوقت لحتى يكون سيدنا والكهنة والشمامسة عم بيحضروا حالهم لحتى نكون بعد شوي عم نحتفل مع بعض بالذبيحة الإلهية. فيكن تكونوا بهذا الوقت عم تبقوا مطرحكن أو عم تاخدوا بريك صغير بس تتمشوا لحتى نكون نحن عم نتحضر. بس تحديد شغلة يلي قال جرجي لأنه هو ما بيعرفها بعد، أنه ايه على صعيد مطارين اللاتين للمنطقة العربية تألفت الإكيب يلي بدأ تابع الأعمال بالمرحلة الثانية. رح يكون في عنا من فلسطين امرأة سوسن بيتار، رح يكون في عنا جرجي من لبنان، رح يكون في عنا راهب من مصر اسمه أنطوان ألان من رهبان الفرنسيسكان، رح يكون عنا راهبة سيسيل حجازيين من الأردن، وكاهن سلام حداد كمان من الأردن. هن الخمسة رح يكونوا الإكيب سينودال مشان ريجون مشان الكونفرنس إبيسكوبال لاتين دي ريجون عرب. دونك جرجي متكلين عليك كامل المسيرة مع الباقيين. وبدي أعطي بس بدي أقول شوي عن تمنياج اللي قالته جوال، لأنه تمنياج تبع جوال كان بإطار مختلف عن الرعاية وعن الرهبانيات وعن الموفمون. نحن بنسميهم بينفيسيار لأنه منوقف حدهم، منهم من بعد انفجار بور بيروت، منهم لأنه اليوم نحن عايشين بأزمة اقتصادية كتير كبيرة أوقات بكرتونة، وهدول بينفيسيار كنا منطلع فيهم بطريقة معينة يمكن ما حدا يزعل مني، بس قلنا أنه كتير أوقات من هدول البينفيسيار اللي موجودين في كتير مزبوط هن يمكن منهم لاتين يمكن لا، بس في كتير نحن ما منلاقيهم بالكنيسة. ومشان هيك من المرحلة اللي بقلنا البابا فرانسيس أنه ما تنبشوا بس على الموفمون، نبشوا كمان على كل الأشخاص اللي مش عم بيجوا على الكنيسة. نحن مع 125 واحد من البينيفيسير مضينا جورني، مضينا جورني بزحلة عند رهبان الفرنسيسكا، وجوال عم تحكي عن هيدي الجورني وين فريمون صار في هذا اللقاء مع البينيفيسير بقلب السينودوس ونهار كامل للسينودوس. مشان هيك الخبرة اللي عم تحكي عنها جوال خبرة كانت كتير كتير مهمة،
ونحن بالنسبة لنا عطيت بوش كتير كبير لعمل السينودوس اللي نحن عم نقوم فيه. الدي تانية اللي حكيت فيهم جوال أكيد ما بيقدروا يلخصوا العمل السينودوس الكبير يلي عشناه بهيدا النهار. بس حبيت ودي هيدي الشغلة تقول أنه عن جد أنه صار فيه مثل ما عم بيحكي جرجة قبل على كل الأصعدة صار فيه عمل كتير كبير. ومرسي لكل واحد لكل واحدة بيناتكم. مرسي.